وش السعادة بالنسبة لعبد الرحمن؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. السعادة أنا أظن أنها غير موجودة إلا في الآخرة. هذه بخلاصة 50 سنة أقول لك أنا. الرسول اللهم صل عليه وسلم عنده حديث يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. هذا الأمر اللي قاله الرسول اللهم صل عليه وسلم، أنك تكون آمن في بيتك، عندك ما يكفيك وعندك الصحة والعافية، وكأنك هذه السعادة. ولكن للأسف كلنا ما احنا قادرين نصدق هذا الأمر، أو ما احنا قادرين نطبقه. والإنسان المشكلة دائما ينظر لمن هو أعلى منه، للنعم اللي عند غيره، وينسى النعم اللي عنده. وأنا من المتورطين في ذلك. يعني ماني قاعد أنظر الحين وأقول لك أني أنا قنوع. قنوع. القناعة ترى شيء عظيم، بس كيف نوصل لها؟ القناعة هي راحة البال، وللأسف ما حد واصل لها. علشان كذا السعادة في حقيقة الأمر هي في الآخرة مش في الدنيا. تجيك لحظات سعادة وقتية.